بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله ومرحبا بلقائنا في فيديو جديد. هذه طابعة جتنا أوليفيتا دي كوبيا 1801 ام اف. هاي الطابعة جتنا، شنو مشكلتها؟ طبعا هاي الطابعة تطبع اي 4 واي اي 3. هاي الطابعة جتنا شنو مشكلتها؟ مشكلتها كالآتي، اشوفكم طبعا النموذج مالتها. هذا طبعا الستاتوس بيج اخذتها، زين حتى اشوف شنو طبعا طريقه الطباعه مالتها، شلون طبعا مالتها بهالطريقه هي بيها مشكله. طبعا قبل لا تبدا تطلع هذه الطابعه، يعني تطبع بهاي الطريقه، كانت الطابعه ايش بيها؟ كانت الطابعه تسوي ادد تونر، ادنج تونر، يعني اضافه الحبر وما تبطل، بحيث ان الحبر اللي موجود بيها كله توان يجيب بالفضلة هذه مالت يصير بها الفضلة مالت الحبر، تطلع من الديفلوبر يدخل هنا طبعا الفضلة، المهم الحبر زايد. المهم شلون تفرغ التونير كليته تفرغه وين؟ بالجسمه بهذا الخزان مال الفضلة الزايد، يعني التونير الزايد. المهم فصار عندي يعني شك عجيب، يعني شنو المشكلة؟ فاضطريت انه اسأل المشتري، هذه نقطة طبعا كلش مهمة لازم تنتبهوا لها، ان المشتري تاخذ معلومات تشخص من المشتري شنو اللي صار، ايش سويت، وشنو الشيء الجديد ضفتوا عليها وعطلت الطابعه. المهم فجيت على المشتري قلت له شنو اللي صار، احكي لي ليش يعني بهالطريقه كانت تشتغل زين الطابعه. فقال انا مليت التونر مالتها انا مليته. قلت له شلون مليته؟ كان يقول لي، قلت له منين مليته؟ كان يجيب لي طبعا البطل مالت التونر مالت هذا الحبر، شوفني اياه. طلع شنو؟ طلع حاط لها حبر غير حبر الكيوسرا والاوليفيتا، حاط لها حبر مال اتش بي. وطبعا هذا ما ممكن، ما يصير، مستحيل، بحيث من نزل لها الحبر على الطابعه ما قامت تتعرف على الحبر، الحبر مالها مو مالها كيوسرا. كانت الطابعه تشوف الحبر على انه حبر يعني حش السامع وسخ، يعني مو نظيف، فكانت تضطر الطابعة تتخلص من عنده كلها، تجيبه وين؟ تجيبه على الفرفة، يعني من اخلي شو اسمه التونر، بحيث كل التونر يجي هنا ويطلع لي النوب مثل هذا. شوف هذا التنبيه، طلع لي رسالة تنبيه انه هذا الخزان مال التونر الزايد انترس، اطلعه زين، اروح اطلعه وانه فرغه كليته واجي احطهم جديد واشغل الطابعه. الطابعه هم من ترد ترجع تفرغ 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 تفرغ، وهم يجيني هذا شو اسمه الاوير يقول لي يا بت طلعه، وارجع افرغ، بحيث دخلت زين. اذا انا اخذت هذه المعلومه من صاحب الطابعه من المشتري، فصارت القضيه سهله جدا جدا جدا، بحيث انه عرفنا السبب. اذا عرف السبب بطل العجب. فرأسا مباشرة فتحت ال عندنا اثنين تونر، هذا وهذا، فتحت فرغته وفتحت الديفلوبر، تعرفون الديفلوبر يصير بطنه من تونر ياخذ الديفلوبر، ونظفته تنظيف كامل، وبحيث ضربت هواء بحيث صار ما بي ولا قطرة من يعني من التونر القديم، وحطيت له تونر جديد كيوسرا. عندنا تونر خاص بنا، جابون تونر. المهم فكانت الطابعة تطبع بهالطريقة هاي بعد ما سويت عملية التنظيف وكملناها، قدرنا نحصل على هذه الصحيفة بهالطريقة هاي مثل ما مبين عندكم. هذا هو موديل الطابعة دي كوبيا 1801 ام اف، وهي طابعتنا هي دي كوبيا 1800 ام اف. ومع هذا راح اطبع لكم صحيفة واحدة تبين يعني مباشرة من الطابعة. ريدي تو كوبي، تمام. خلينا نطبع على المنيو مالت ستاتس، ناخذ ستاتس، نقول له عسى الله بعد طلعت واضح، نقول له ريبورت برنت مينو ماب
يعني خريطة ولا يس اكسبتد قبلها. بس عادي بحر خلص مش هتطلع الصحيفة واحدة اثنين. مثل ما شفتم الطباعة مضبوطة جدا الحمد لله وصافية. فأنتم أوصيكم وصية بالنسبة لأهل الصيانة، لا تنسى أبدا أن تسأل صاحب الطابعة، صاحب الطابعة لا تنسى أن تسأله شو صار بالطابعة، ليش طابعة خربت وليش طابعة عطلت، وخذ معلومات كافية تفيدك. وحياكم الله وأتمنى لكم السلامة، وأسأل الله أن استفادتم من هذا الفيديو، ونلتقي إن شاء الله تعالى في فيديو جديد مرة ثانية.